معجب بورد أصالة، اعترف لها بحبه أمام زوجها فائق حسن، وردت فعل الأخير الصادمة تتصدر حديث الجمهور. صدمت الفنانة السورية أصالة نصري المتابعين بما فعلته مع معجب في حفلها الأخير الذي أحيته في القاهرة ضمن مهرجان الموسيقى العربية. وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت الفنانة السورية فيه أثناء غنائها على المسرح، ليقوم أحد الحاضرين بإعلان حبه لها، فما كان منها إلا أن ردت عليه بطريقتها العفوية: وطي صوتك زوجي موجود. وتفاعل الجمهور مع هذا الفيديو بشكل واسع جدا، خصوصا وأن زوجها فائق حسن ظهر وهو يضحك على الموقف. وعبر الجمهور عن محبتهم الكبيرة لأصالة، مثنين على طرافتها وعفويتها الدائمتان اللتان تميزها. كذلك ظهرت أصالة في الحفل وهي تتوجه لزوجها بعدد من الرسائل، فبدت في أحد المقاطع وهي تغني يا دلع يا دلع للشحرورة صباح، فأوقفت الغناء فجأة وسألت زوجها وعد، ليظهر حسن بالفيديو وهو يجيب ضاحكا وعد. كما تحدثت أصالة أثناء غنائها الورد البلدي التي أهدتها لفائق وقالت: والله العظيم بستحي، بتصدقوا إنه كتير بستحي، بدي أهدي الغنية اللي جاي لشخص بحبه كتير، صديقي وحبيبي ورفيقي وزوجي. في السياق نفسه، حصل موقف محرج مع أصالة قبل صعودها إلى المسرح أدى إلى تأخيرها حوالي الساعة والنصف من موعدها. وكشفت أصالة السبب قائلة أنها تعرقلت قبل الحفل مما أدى إلى تمزق جزء من فستانها، لكن سرعان ما عالجت الأمر. واعتذرت النجمة السورية عن حضورها متأخرة، إذ كان مقرراً صعودها في تمام 8 مساءً لتصعد في 9:30. وقالت أصالة مع بدء حفلها: أنا آسفة، أول مرة في حياتي اتأخر وآخر مرة، سعيدة بحضوركم وإن شاء الله تنبسطوا اليوم. أهلاً يا أحلامي دقت باب الموعد. من جهة ثانية، كانت شام الذهبي قد فاجأت والدتها وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن باحتفال بزواجهما الذي تم الإعلان عنه منذ حوالي شهرين. وشاركت شام الذهبي المتابعين عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام مقاطع فيديو من المفاجأة التي حذرتها لأصالة وفائق خلال زيارتهما لمنزلها في مصر. وأظهرت الفيديوهات تزيين شام للمنزل بالورود وبعض كلمات من أغنيات والدتها. هاي مامي،